ثم من بعده علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا في غزوة تبوك، لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة شق عليه ذلك أن يتخلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقنعه، قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى لما ذهب إلى ربه من استخلف؟ ها؟ استخلف هارون، استخلف هارون، قال له موسى: اخلفني من بعدي، استخلفه من بعده. فالرسول فعل مع علي لما ذهب إلى تبوك مثل ما فعل موسى لما ذهب لميعاد ربه، استخلف هارون، فقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا من فضائله رضي الله عنه، وهو الذي قاتل الخوارج وقضى على فتنتهم وأراح المسلمين من شرهم، وتحقق فيه بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلهم، فله فضائل عظيمة. وهو أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان الأحرار علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال بن أبي رباح، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فعلي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وزوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، وأبو الحسنين حسن بن علي وحسين بن علي سيدا شباب أهل الجنة، فله فضائل عظيمة. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف الصحابة كلهم يريد أن يكون هذا الشخص الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإذا هو علي رضي الله عنه. هذا من فضائله العظيمة رضي الله عن الجميع. نعم.